كتاب ديال الدار البيضاء 1907-1956 لا ديميزور دان اوربانيزم. هو كتاب في اول الامر كيصالح البيضاويين مع التاريخ بالمدينه ديالهم، وفي حاولنا نبينوا اصل الاختلالات اللي كتعرفها المدينه دابا عبر التاريخ، لان يعني الاختلالات ماشي وليده اليوم، هي قبل من الاستقلال، حيث المستعمر كان بنى المدينه ديالو اللي هي المدينه الاوروبيه، وتهلا في المدينه الاوروبيه اللي كانت فيها واحد 1000 قطار، في حين ان ما كاينش حتى ولو مصلحه ولو مرفق للساكنه المغربيه. وعندنا الاختلالات من تما تولدوا دور الصفيح، وبدات النشاه ديال ما يسمى بالمدينه الجديده او درب السلطان، بحيث لو يا لو تكون درب السلطان كان كيعرف واحد البلون، واحد البلون داميناجمون بحال اللي عرفاتو السونتر فيل. نخليكم تصوروا كيف غيكون درب السلطان حاليا. اليوم انا مع صديقي احمد الشتاشني اللي خرج اصدار جديد ومهم كبير لتاريخ الدار البيضاء، سميتو كازابلانكا دار البيضاء من 1907-1956 لا دي ميزور دان اوربانيزم. وهو كتاب اللي كنظن غادي يكون عنده واحد صدى كبير وغادي يبقى لمده طويله في المكتبه المغربيه، لانه كيطرق ماشي غير المشاكل ديال الدار البيضاء، ولكن مواضيع تاريخيه، مواضيع انثروبولوجيه، سوسيولوجيه، كيعتمد على مراجع مغربيه، على وثائق ديال الحمايه، على عده انواع ديال الوثائق اللي كيجعل منه واحد العمل اللي كيفاش غنقول ملتي بلوري ديسيبلينير، كيفوت التاريخ الضيق لمدينه، بل كيشمل تاريخ المغرب بصفه عامه من بدايه القرن 18. الانتاج الجديد اللي درناه ديال الدار البيضاء 1907 حتى 2000 حتى 1956 حتى عهد الحمايه، كتبوا السي احمد الشيطاشني، واللي تيعود فيه الحياه السياسيه والاستعماريه اللي كانت في الدار البيضاء منذ هاد السنوات كلها، واللي تنتمناو حنا بان هذا الكتاب هذا غادي يعطي واحد النظره كيفاش الدار البيضاء كانت مسيره من هاد الاستعماريين اللي كانوا في ذاك الوقت، وكيفاش فرقوها وداروا المدينه القديمه، المدينه الجديده، الحي الفلاني، الحي الفلاني، اذا باش يديروا يفرقوا وما يكونوش الاجانب عايشين مع المغاربه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، تنتمناو بان هذا الكتاب، لان حاليا راه تيترجم باللغه العربيه باش يخرج هو في الانتاج باللغه العربيه، باش نشوفوا اشنا هي الفتره ديال 1956 حتى 2022، اشنا هما نستافدوا من هذاك الاغلاط اللي دارت باش ما يكونوش اغلاط في هذه المدينه اللي مدينه العاصمه الاقتصاديه، 5 مليون سكان، 40% ديال الانتاج الوطني تيخرج منها، من اهم المدن في الاقتصاد. اذا هادشي خاص ناخذوا عليه واحد النظريه باش نعاودوا كمواطنين مغاربه نقراو هذا الكتاب ونشوفوا بان يمكن لنا نحسنوا الحاله ديال هذه المدينه اللي عزيزه علينا كلنا.